اسم محمد فهيم، المدينة آسفي. أولا كنبغي نشكر اللجنة التقنية اللي سارت على تنظيم السباق. بالنسبة للسباق داز في ظروف مزيانة الحمد لله، كانت منافسة قوية من طرف العدائين الآخرين، والحمد لله في الكيلومترين الاخرين قدرت ان نفرض السيطره ديالي وقدرت ان نفوز بالسباق. فايزه بشار، مدينه ولاد برحيل، قريب تاع رودان. جيت اليوم شاركت في السباق على طريق 7 كيلومتر اللي هو سباق تضامني مع النساء مرضى سرطان الثدي. الحمد لله السباق كان يعني في المستوى كما كتعرفوا مدينه مراكش، فهي لي باركور ديالها كلهم رابيد يعني سرع، وكان كما قلت التنظيم مزيان والباركور مزيان الحمد لله. ومدينه مراكش راه مدينه جميله يعني، كتكون غادي كتجري وكتعرف فوقاش المسافه يعني مناظر الخلابه وداك الشيء غير كتسالي. وحنا اليوم يعني جيت اليوم ك يعني كعداء دولية يعني جريت يعني تضامنا كما قلت مع النساء، كنتمنى من الله تعالى لهم انه الشفاء العاجل ان شاء الله تعالى. وكنت يعني ثلاث نسخ الفارطه فما تمكنتش انني نشارك فيهم نظرا لبعض الالتزامات مع الفرق ديالي، والحمد لله هذه السنه كتاب انني نشارك وتضامن مع هاد الناس. يعني الانسان يتضامن الا ما كانش عنده ماديا فكان معنويا، كاينه زكاه المال وزكاه البدن، فاحنا اليوم درنا زكاه البدن والله يتقبل. وكنتمنى لهم كما قلت شفاء العاجل يعني جميع مرضى السرطان عبر يعني ربوع العالم، صغار كبار ذكورا واناثا، الله يشافيهم ويعافيهم في هذا المرض. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.